السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وتكونوا سعداء. بإذن الله النهاردة هشرح ازاي تقدر تنزل برنامج ادوبي افتر افكت 2021 وتفعله بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هتنزل برنامج، رابط تحميل البرنامج هتلاقوه تحت الفيديو ان شاء الله. وهنيجي ندوس على سيت اب، هنيجي ندوس على يس yes. بعد كده هندوس على كونتينيو. هو كده خلص، هندوس على كلوز. بعد كده هنيجي عند الستارت، هنيجي ندوس على ادوبي افتر افكت 2021. زي ما انتوا شايفين كده فتح معايا عادي جدا. هاجي ادوس على نيو بروجكت، فتح معايا عادي جدا وشغال. البرنامج نازل متفعل فانت مش هتحتاج تفعله. وبكده خلص شرحنا النهارده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشكرا.